ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده في البداية النهاردة عندنا ما شاء الله، بعد ما خدنا النموذج المجمع الأول هيبقى عندنا المجمع الإيه يا جماعة الثاني. تعالوا في البداية كده نتذكر بعض المفاهيم المهمة. مهند، مين يا مهند العامل المشترك لكل الأعداد؟ واحد. الواحد. براء، لا. مين يا براء المضاعف المشترك لكل الأعداد؟ ها الايه؟ الصفر. كلام جميل. قول لي يا كريم، عدد خطوط التماثل للمربع كم خط تماثل؟ أربع خطوط تماثل. جدع، اربع خطوط تماثل. طب عدد خطوط التماثل للمستطيل يا خالد يا سميح؟ عدد خطوط التماثل المستطيل اثنين. الاثنين. طب لو حد سألنا يا جماعة على مفهوم خط التماثل معناه ايه؟ نقول هو خط الايه؟ مين جدع؟ خط الطي جدع، الذي هو خط الطي اللي بنبني عليه ونطبق عليه. قول ورايا، يقسم، هو خط وخط الطي. الطي الذي يقسم، وخط الطي الذي يقسم متطابقين طيب تمام. مهند، مهند يقول تاني، قول يا مهند. وخط الطي الذي يقسم الشكل إلى شكلين متطابقين تماما. بس ما اقولش شكلين، اقول الى نصين واقول متماثلين. قولوا بقى ورايا، هو خط الطي. وخط الطي الذي يقسم، لا كل يقول ورايا، هو خط الطي وخط الطي الذي يقسم الشكل الذي يقسم الشكل الى نصفين متماثلين تماما. إلى نصفين متماثلين تماما. طيب عايز بس اللي عنده مشكلة في المايك زي كريم يقفله معلش عشان الصوت. ماشي يا كريم، وما نلعبش دايما جنب المايك يا جماعة. قول يا براء يلا التعريف يا حبيبي. ها يا براء، يلا حبيبي، تعريف خط التماثل. هو خط الطي الذي يقسم الشكل إلى نصفين متماثلين تماما. متماثلين تماما. طيب يا كريم، عدد خطوط تماثل المعين يا كريم كم خط؟ المعين خطين. جدع، اتنين خط تماثل. ايه مهند المربع؟ وبعد فوق جدع، اربع خطوط تماثل. براء المستطيل؟ خطين خمس. اتنين خط تماثل. خالد محمد موجود يا جماعة؟ طب خالد سميح، يا خالد الدائرة، الدائرة حبيبي، بقول لك الدائرة، عدد لا نهائي يعني ما نقدرش نعد. عايزك تصحى شوية يا خالد. طيب ايتن، يا ايتن، يا ايتن، ايتن، يلا يا ايتن، لازم اقعد اقول ايتن 10 مرات. مثلث مختلف الاضلاع يا حبيبتي، مثلث مختلف. صفر، ملوش خطوط تماثل. طب شبه منحرف متساوي الساقين، زيد، يا زيد مش موجود؟ زيد، يا زيد موجود، رد. كريم موجود خالص. شبه منحرف متساوي الساقين، خط واحد بس. برافو عليك. أي شكل متساوي الساقين يا براء؟ خط تماثل واحد، خط تماثل واحد. وأصور لكم الشريحة أهي عشان تبقى تذاكر منها. حاضر، أنت مين؟ علي عفيف. أنت السؤال الجاي يا علي، يلا علي، جاهز؟ جاهز يا علي؟ يلا، إزاي نجمع دي يا علي؟ ازاي نجمع دي يا علي؟ نعمل ايه الاول؟
نوازي المسألة، برافو نحط عليك، صفر نقفل على المسألة، اليمين، هنا رقمين وهنا رقم، نحط دي صفر. طب افرض صفر. علي عايز يروح المسواد ده، نقول له تحت أمرك ده لا لا أب أهو أهو، ويوزع كده براء، كل رقم تحته رقم، اجمع يا علي يلا. 6 زائد 0 6، 0 زائد 6 6، العلامة العشرية تنزل في دورها، جدع الرابعة 7. جدع. طب بعد ما خلصت ناخد الإجابة ونوديها مكانها، برافو عليك يا حبيبي والله جدع. طب مين يجيب السؤال ده عقليا؟ دي 2 زائد 4 من 10 زائد 5 من 100 زائد 6 من 1، اللي يشوف انا هيفتكر بس جنب انا بس انا كريم. بس انا بس انا كريم هشوف. اللي اقول اسمه كريم. حط الاثنين، حط العدد الصحيح زي ما هو، نودي الصحيح بعيد ونعمل واه. بعدين نحط الأربعة للعشرة، وبعدين نحط الخمسة للمية، وبعدين نحط الستة للألف. اشمعنى؟ لان ده بيت الجزء من 10 يا براء، وده تقول كده وده الجزء من 1000. جدع. في مسألة صعبة للأذكياء بس، فين هي؟ اهي المسألة دي، عمو عايز يقربها لأقرب وحدة، مين جدع يعرف يحلها؟ طيب اسمع اسمع، خالد سميح. خالد أول حاجة هنضرب الاتنين في الأربعة على خمسة في اتنين، أستاذ والله، الاتنين بس الأول تقول لي زمايلك إيه، نحط شرط عندي الأحد ونسأل حلو. اللي قبلها، ده اللي قبلها طلع بسط ومقام، يبقى نضرب في 2. اضرب كده يا بابا. 2 في 4 ب 8، ها؟ واتنين في 5 ب 10. لا لا لا، 2 في 4 ب 8 بس، والتمانية أكبر من الخمسة، يبقى تزود 1. بضرب فوق بس يا مهند، بضرب فوق. 2 في 4 ب 8 أكبر من الخمسة، تبقى تزود 1، يبقى 4، وادي الاتنين وادي الستة. طب لو ضربت في 2 وطلعت أقل؟ بنحطش حاجة. ما نزودش. طب لو ضربت في 2 وطلعت قد اللي تحت؟ هنزود لها. هنزود لها. عايز علي عفيفي. نعم يا يلا يا مستر. علي، نعمل إيه بابا؟ كرم الله أقرب وحدة. شرط عندي مين؟ الشرط عند الواحد لقيت ده بسط وإيه؟ والتلاتة مقام، هنضرب في 2، 2 في 3 ب 6، 6 مش بخيلة، مش يبقى لا الواحد لا اتنين. لا مش كده، لا 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 لا، ما فيهاش بخل وكرم. 2 في 3 ب 6، الستة قارنها باللي تحت ده قدها، قدها، يبقى يبقى عدد صحيح تزود 1، يبقى 2 و50. واحد ما فهمت يا حبيبي؟ بتجيلي. يبقى دي مش بكريم وبخيل، امال دي اكبر ولا اصغر من اللي تحت؟ اتفقنا؟ صعبة ولا سهلة يا جماعة؟ استعدي للي بعدها، سؤال تاني. يلا جاهزين؟ سهل. احنا لا لسه. عايز زيد، يا زيد يا زيد، عارف زيد عاد بقى مختفي فين؟ يا زيد يا حبيبي، يا زيد يا ساعات زي حبيبي، يا بابا سيبني انا ارد بيشتغل اكلمه. يعني بيرد في نفس العرض. يا علي هو سيبني انا سيبني قريت عليه قام طلع يا بابا، هو يرد عن نفسه. يا زيد لسه خرج. ما خرج ودي دخلته. قول يا براء يلا، نجمع دي طيبة ولا شريرة يا براء؟ طيب طيبة. نشد شرطة، هنا 4 وهنا 4، نسيب الـ4 ونعمل ايه فوق يا براء؟ واحد وثلاثة أربعة، 4 على 4 كام يا براء؟ واحد صحيح. علي عفيفي يلا يا علي، 6.5 طن وعمو عايزها بالكيلو جرام، تعمل ايه؟ واحدة واحدة، الستة بكام؟ نكتب يا مستر 6500. جدع. عمل ايه؟ الستة ب 6000. طب والخمسة يا براء؟ تقعد على الكرسي الأخير وانتقل. طب لو كانت كده نفس القصة، السبعة دي ناخدها ب 7000، والأربعة تيجي هنا وانتقل. صعبة يا ولاد ولا سهلة؟
طب دي بالليتر. مهند. وعمو عايزها بالميلي لتر. تبقى 8 بقول تلاف مهند يا علي يا عفيفي. هتبقى يا عم علي بقول مهند. اصحى. مهند علي عفيفي. مهند هو اللي بيرد. مهند اللي بيرد. طب مهند ما تقومش من مكانك يا مهند. شفتك كنت بتقوم. يلا مهند. 8210. مهند عمل ايه؟ 8000. عشان اللتر يبقى 1000 وال 21 اخر كرسيين. قالها 8210. ولد شاطر. قال الاجابه على طول. جدع. ماشي. عوامل العدد 6. خالد سميح. ضربيات الستة. هنقول صفر. لا المضاعف المشترك. لا 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 لا. لو بدأت بصفر يبقى أنت بتجيب مضاعفات وعايز عوامل. عوامل. كم في كم بستة؟ ستة في واحد بستة. وستة في اثنين بستة. يا ابن أنا عايز عوامل الستة. كم في كم بستة؟ ثلاثة في اثنين. طب لها نظام يا براء في الكتابة ولا سلطة؟ لها نظام. لازم أقول واحد في ستة واحد أهو والستة بعيد. اتنين في تلاتة اتنين أهي والتلاتة أهي. طب ليه يا مستر؟ عشان تطلع مترتبة يا براء. بص بص واحد اتنين تلاتة ستة. يبقى الواحد مع الستة. اتنين في تلاتة. صعبة ولا سهلة؟ مستر كان بيجيب لنا في الكتاب يجيب لنا عكس اللي حضرتك عملتها. كان يجيب لها واحد واثنين وثلاثة وستة. وانت تختار الكبير. وانت تختار الكبير. يلا السؤال ده ليكم تدريب. كله جاهز يا جماعة؟ يس. يلا حبايبي. ادي واحدة. ادي الثانية. وادي الثالثة. اللي يشوفها جمع وهي ترصيص. وادي الرابعة. وادي الخامسة. دي باللتر هو عايزها بالملي لتر يا براء. ودي بالطن وعمو عايزها بالكيلو جرام. قدامنا 3 دقايق بس. يلا شطار ابدأ الحل. مستر انا هبعت. يلا حل براحتك. استنى هبعت. ماشي يا براء. ماشي يا براء. شوف يا حاضر يا حبيبي. براء ومهند. جدع يا براء. بس نكتب على السطر يا براء. جميل يا مهند بارك الله فيك. ماشي يا حبيبي.
استبعد. ماشي يا حبيبي. استبعد. أشوف يا حبيبي. ما شاء الله كريم، جدع يا كريم، بارك الله فيك. يلا مين تاني قبل ما نخش في الشريحة اللي بعدها؟ انا بطوع السبعة. ماشي يا حبيبي. جاهزين للي بعده؟ يس. يلا. ها، عايز مهند يرد عليا. يا مهند، نعم. الساعة فيها كم دقيقة؟ دقيقة. طب نص ساعة. نص الساعة فيها 30. شكرا يا مهند. براء، ربع الساعة. يضحك يا مستر، اللي هو كان آخر سؤال، كان 3.6 ثلاثة من وستة من عشرة طن فيهم كم كيلو جرام؟ آه يا أيتن، حل باهتمام شوية يا أيتن، مش شايف حاجة من اللي انت كاتباه حبيبتي خالص. يلا تاني. الساعة 60 دقيقة، النص ساعة 30، الربع ساعة كام يا براء قلت لي؟ طب قول لي يا براء، لو انت جدع تلت ساعة قد ايه؟ 20. يبقى التلت ساعة أكتر من الربع ساعة ب5 دقايق. طب عايز كريم يقول لي، يا كريم نعم مصر. ساعتان كم دقيقة؟ ساعتان بيساوي كم دقيقة؟ بيساوي 120. جدع. عايز خالد سميح، 3 ساعات كم دقيقة؟ 3 ساعات 3 ساعات هنقول 60 زائد 60 زائد 60 أو هنقول 60 في 3. صح يا براء، 3 في 60 اه أحلى. بكام يا جماعة؟ ب 180 دقيقة. صح ولا لا يا حبيبي؟ طيب صح. علي عفيفي، اللتر كم ملي لتر؟ اللتر 1000 مللي. أيطن، الطن كم كيلو جرام يا أيطن؟ نفسي أقول أيطن وترد عليا. يا حبيبتي قربي من الصوت، علي صوتك. ألف. 1000. طيب نص لتر، مهند كم ملي نص لتر؟ لتر 500. 500. كريم ربع لتر كم ملي لتر؟ ربع لتر بالسوق. ربع. صح. كم يا براء؟ بيساوي 500 ألف. لا غلط، النص 500. الربع كم يا براء؟ 52. 250. جدع يا ولد، شاطر. طب ساعة ونصف بتساوي كام زائد كام يساوي كام دقيقة؟ خالد سميح، يا خالد، نعم. ساعة ونصف زائد كم كم ديال؟ قول 60 زائد 30 بتساوي 60 زائد 30 ب 90. تمام. ده حل. ابدأ الحل، يلا دقيقتين.